الحقيقة الحديث عن الفرص يقابلها قدرة استثمار أمثل، يفترض أن يكون هناك استثمار أمثل لهذه الفرص. يعني اليوم عندما نتحدث عن التجربة القطرية، وبالمناسبة نضع هذه المعايير أمام تجربة لابد أن نقيمها بعلمية وبموضوعية، كيف استطاعت قطر أن تقهر الجغرافيا؟ في الجيوبوليتكس الدولة تتأثر بمعايير، في مقدمة عدد النفوس وسعة الرقعة الجغرافية، والتي تعتبر بشكل أو بآخر في تقييم الجيوبوليتكس أنها مصادر قوة للدولة. كيف استطاعت قطر أن تتخطى أو تكسر قيد الجغرافيا وتروض لصالحها؟ على سبيل المثال، النجاح في السياسة الخارجية والدبلوماسية القطرية تخطى وكسر الحواجز الجغرافية للدولة. فإذا هناك معايير في إدارة الأزمة، بل إدارة العلاقات الدولية من قبل قطر، واستثمار أمثل للموارد. لاحظ فيما يتعلق على سبيل المثال في ميناء حمد، استطاعت أن ترسم جغرافيا تحقق مصالح قطر في أفق جغرافي بحري، ومعنى ذلك أنها كسرت قيود الجغرافيا البرية واستثمرت الجغرافيا البحرية. ميناء حمد ميناء مميز من أكبر موانئ الشرق الأوسط، وفيه أكثر من 150 منفذا بحريا، أي بمعنى أنها شكلت سلاسل إمداد بحري تجاوزت فيها عقدة الجغرافيا. هذا على المستوى السلاسل الإمداد البحري. جويا مطار حمد يعتبر من أنشط المطارات في المنطقة. ليش ما يتميز به؟ من الحداثة ومن المرونة في التواصل مع دول العالم، لا سيما الولايات المتحدة ودول العالم. هذا الانفتاح والذهنية المنفتحة في الاستثمار الأمثل للإطلالة البحرية، للميناء الجوي والانفتاح جوا، كما قلنا كسر قيد الجغرافيا. المفارقة الغريبة أنه حتى في البعد الدبلوماسي بدأت قطر تلعب دورا دبلوماسيا وفي السياسة الدولية مؤثرا، وعدت عقدة استراتيجية مهمة. على سبيل المثال في مجال الطاقة حصل تبدل، أن هناك تراجع لسوق البترول وتقدم لسوق الغاز بعد اتفاقية كيوتو والحديث عن الطاقة النظيفة والطاقة الصديقة إلى البيئة. احنا عندنا ثلاث دول تشكل مرتكزات كمصدر للطاقة، روسيا تمثل الدولة الأولى، من بعدها تأتي إيران، والثالث هي قطر. لاحظ روسيا مشتبكة في حرب وتعثر إنتاج الغاز فيها، ولم تستثمر مسألة الحاجة إلى الغاز في رسم دبلوماسية جديدة، دبلوماسية طاقة فيها انفتاح لا يقيد بحدود. إيران محاصرة، أصبحت الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تستثمر ثورة سوق الغاز هي قطر. وبالفعل حققت إنكم، حققت دخل قومي عالي جدا، فأصبحت تجربة واعدة من الضروري جدا استعارتها. فضلا عن سياسة الاعتدال اللي الآن بالحقيقة باتت معالمها وملامحها واضحة، لا تأخذ بمبدأ الزوايا الحادة في العلاقات الدولية، وترى أن الانفتاح سمة ولكنه انفتاح ضامن للمصالح العليا للدولة القطرية. وهذا طبعا جعلها كما قلنا عقدة مهمة في توازنات الطاقة. إذا حققت تكاملا جغرافيا مرورا بالخليج، يعني ربط الإطلالة البحرية وهذا الميناء الذي تحدثنا عنه اللي بأكثر من 150 منفذ بحري عبر وسائل حداثة، يعني من أتحدث عن الحداثة، أنه عندما تجي السفن وتفرغ حمولتها الحداثة في التقنية تختزل الزمن. هذه تدفع شنو؟ تدفع الشركات الآن تستثمر هذا الميناء البحري. هذا يدفع وزارة النقل العراقية للسرعة. إلى توقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع قطر.